بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. فطالما ان احنا وصلنا ان بما يحمي المستهلك اصبحنا ان احنا الغايه. اذا لم تحقق الوسيله اللي هي التنافسيه والحوكمه والشفافيه الغايه اللي هي اساسا حمايه المستهلك اصبحت وسيله فاسده، ويجب ان هي التدخل ونقول ان هي لم تحقق الغايه الاساسيه اللي هي حمايه المستهلك. طبعا احنا بنؤمن بالمشاركه، وانا اعتقد ان كل اللي تابع عمل جهاز حمايه المستهلك منذ ان توليته ان انا بقول ان احنا مش اللاعب الاساسي، احنا احد اللاعبين ويتجاوزنا المجتمع المدني في مجال حمايه المستهلك. والاخت سعاد الديب دايما بقول لها ان المعول الاساسي في حمايه المستهلك زي المجتمعات اللي هي المتقدمه بتقوم على وعي المجتمع المدني وتفاعله في قضايا حمايه المستهلك والمشاركه، ودي اهم كلمه ونتكلم عليها مشاركه. وزي ما قلنا ان احنا في فرنسا ممكن احنا 4-5 نقول عايزين نعمل جمعيه لحمايه المستهلك وننزل نشتغل، انما عشان يبقى لنا صوت الدوله تستمع اليه في المجلس الاعلى اللي هي حمايه المستهلك يجب ان تكون الجمعيه مكونه من 10,000 عضو على الاقل حتى يكون له صوت او كرسي في هذا المجلس. احنا حاليا بنتجه للمجتمع ككل. احنا النهارده احد المحاور الاساسيه اللي بنشتغل عليها واحنا بنتكلم على مشروع التوامه المؤسسيه مع الاتحاد الاوروبي، او من اهم المحاور اللي بنشتغل عليها اللي هو رفع قدرات المجتمع المدني ممثل في جمعيات حمايه المستهلك او كل المجتمع المدني، زي الشراكه اللي بيننا وبين المجلس القومي للمراه، زي اللي بيننا وبين اي مجتمع مدني ان هو ليه تمثيل في مجال. النهارده واحنا بنتكلم على الجمعيه المصريه للاعلان ده مشاركه مع المجتمع المدني، احنا لسنا ضد، انما احنا كلنا شركاء. ولما نقول ان احنا كلنا شركاء احنا لا نستهدف الاضرار باي حد بيشتغل في مجال الاعلان، هذه كيانات اقتصاديه جزء من المكون الاقتصادي المصري، وان احنا يهمنا ان ما يهم هذا المكون، لان احنا عندنا تميز في مجال الاعلانات، وان الدول العربيه وبعض الدول بتلتجئ لوكالات الاعلان عشان ان هي تصغ لها الاعلانات، لان في موهبه بصريه في مجال الاعلانات. فاحنا يهمنا ان احنا نحافظ على هذا الكيان اللي احنا بنعتز به من الدخلاء اللي هي ابتدت تشوه السواد الاعظم منه. يعني النهارده احنا بنتكلم على الاعلانات اللي هي اصبحت بذيئه ودخلت كل بيت، سواء اذا كان بتتكلم ده بعدت زي ما قال السيد الوزير واحنا دايما بنقول بعدت المريض عن طبيبه الاساسي، بعدت اللي هي اتكلمت على منتج وقالت ان هو مسجل في وزاره الصحه ولا واتضح ان هو لا له تسجيل ولا ليها اي حاجه. احنا عندنا دلوقتي في حاجات ان بالعكس ده مش بقاش غش تجاري زي اللي هو اللي هي الجديده اللي نزل في السوق دلوقتي الفنكوش اللي هو بيقالوا ان هو عباره كان واخد الترخيص بتاعه من المعهد القومي للتغذيه على اساس ان هو توفي بكالسيوم اللي هو توفيكال او حاجه زي كده، اللي هو الى ان دلوقتي لقوا ان في اضافات خاصة بالحاجات اللي هي مكونات الفياجرا وبينزلوها ويكتبوا للبالغين، وابتدت تتباع في الاكشاك. مين يقول كده؟ مفيش دولة في العالم ترتضي بهذا. بالنسبة للقضاء احنا بالنسبة لنا ما لم يكن القضاء والسادة القضاة واعيين بقضايا وكل معطيات منظومة حماية المستهلك لن نجد احكام تعكس اللي هو اللي الموجود في صحيح القانون. عشان كده احنا يعني احنا بنعتز بالتجربه اللي عملناها مع حضرتك اللي هي كان في المحكمه الاقتصاديه لما الساده القضاه واحنا بنتكلم على القانون واحنا كنا وعرضنا القانون والمقترح على سيادتك على الساده قضاه المحكمه الاقتصاديه، وكانت علامه بارزه في تعديل بعض المفاهيم سواء عندنا او عند الساده القضاه، لان فعلا تتذكر حضرتك ان العديد من الساده القضاه قالوا احنا كنا ما كناش واعيين باهميه هذا الموضوع بالشكل اللي هو اللي حصل بعد ورشه العمل اللي احنا عملناها في مجال مع الساده القضاه، وكنا بنستهدف ان احنا نعمل واحده تاني في اسكندريه وواحده تاني في كنا في الاقصر، وباذن الله احنا كان في مباحثات هذا الاسبوع عشان نستأنف. وطبعا يهمنا برضو في هذا الموضوع ان محكمة الاسرة، يعني حضرتك على رأس محكمة الاسرة دلوقتي، يهمنا برضو لان النهاردة
سيادتك لك باعا في المحكمة الاقتصادية ولك باعا الآن في محكمة الأسرة، لأن ما يخص الأسرة النهاردة ده هل حد يقبل إن احنا تخش الإيحاءات والعبارات الجنسية الصارخة للأسر المصرية داخل البيوت؟ ده احنا لما بيبقى فيه فيلم بيقولوا للكبار فقط وبيمنع على الأقل من 18 سنة إنه يخش، فما بال لما يخش دلوقتي أولاد صغيرة بتقول ده إيه يا بابا وده إيه يا ماما وده بيقولوا تأثير كذا، كلام غث لا يتناسب مع الأسرة المصرية. عشان كده النهاردة وقفتنا وقفة جد، واللي هي بنأكد عليه إن المرصد الإعلامي اللي هو جهاز حماية المستهلك بيعمله وحاطه وهنفتتحه على آخر هذا الشهر سوف يعكس ما يتم بثه في القنوات الفضائية أو ما يتم في أي ابتداء جريدة أو ما شابه ذلك. إحنا كان بيبقى حضرتك طبعا سيدي العارفين يا سيادة المستشار إن أنا ما أقدرش أروح للنيابة وأقول له إن كان قناة كذا بتذيع إعلام مضلل، يجب إن أنا أروح ومعي الدليل الدامغ اللي هو يقول إن هي أذاعت بتاريخ كذا والمحتوى بتاعه والتفريغ والرأي الفني وإن هو خالف المواد اللي هي جاءت في صحيح القانون. فإحنا النهاردة كنا بنعتمد على جمعية حماية المشاهدين والقراء، وفي كل ما يرد لينا كنا بياخد التسجيل بتاعهم ونبتدي نفرغه ونقول نتصل بالصحة ونتصل هل ده مسجل ولا غير مسجل عندكم وما شابه ذلك. النهاردة احنا هيبقى عندنا آليات اليومية وليست الموسمية في مجال الرصد. هنيجي تاني يوم الصبحية نفتح لقينا زع 4-5 مرات، يبقى أنا عندي 4-5 قضايا حتى لو نفس القناة لأنها كلها وقائع منفردة ويتمثل خروقات للقانون، وده اللي احنا بنقوله. احنا مش عايزين نأذي حد، حتى اللي هو غير متبصر ان الموضوع بأهميته بنبصره وبنقول له ما تعرضش نفسك. القانون القديم كان 5000 ل100000 جنيه، التعديل الجديد اصبح من 10000 ل500000 جنيه، يعني 500000 جنيه. انا ما اعتقدش ان اي وكالة اعلان او اي معلن او اي منتج، لان الثلاثة بيخشوا فاعلين اساسيين في هذه الجريمة، ان هم يبقى عندهم طائل ان هو ممكن يطبق عليهم القانون بهذا الشكل. عشان كده احنا في الجلسة التانية بإذن الله هنعرض، احنا بنقول حلول، يعني احنا كمان بنقول احنا شفنا في اسبانيا، احنا مش عيب ان احنا نلتجئ لخبرات اللي سبقونا، وقلنا ان احنا شفنا الاوتو كنترول هناك اللي هم عاملينه جمعية المعلنين، وبتتكلم ازاي عن الرصد الذاتي، وبتتكلم ازاي ان هم يحصل كنترول ما بين الجمعية وبعضيها، وده اللي احنا بنستهدفه، وان شاء الله بإذن الله هنطلع بحاجة كويسة قوي.